هنا كلية الخليج التي يقام فيها المهرجان، وبالصدفة المحضة وجدت هذا الفنان يقوم برسم صورتي في مفاجأة غير متوقعة من إدارة المهرجان، وأنا سعيد بها وبكم جميعا. هذا هو الفنان، قل بقى اسمك عشان الناس تعرف. عبد الله المنداري. ها؟ عبد الله المنداري. عبد الله من إدارة المهرجان. عبد الله المدن المدري. المندري. اها اصل اصفاد المدن ده من الكويت كان طالب عندي. ها؟ ولا اعرفه. احنا كنا بنفاجئك يعني. اه والله العظيم انا نفسي مفاجئ. انا واحد بيقول بيرسموا صورتك. بيرسموا صورتي؟ فين صورتي دي اللي بيرسموها؟ ان شاء الله لما تجهز الطبخه. خلاص. اشكركم جميعا يا شباب، والله مفاجاه جميله وناس طيبين ومهرجان رائع وواحد في قمه السعاده. اشكركم جميعا.